النهاردة مع حضراتكم بأغنية جميلة جدا جدا جدا، وهي والله بعودة يا رمضان. والله بعودة يا رمضان جملة بتتردد كثيرا مع قدوم الشهر الكريم في الوسط المصري والوسط العربي، مستمدين هذه المقولة من أغنية والله بعودة يا رمضان للفنان المتميز صاحب الحنجرة الذهبية الفنان الراحل أستاذ محمد أندي. كلمات الشاعر عبد الوهاب محمد وألحان الموسيقار جمال سلامة، حيث شهدت كثيرا من المواقف الغريبة. بدأت فكرتها من الفنان محمد قنديل بذاته بعد أن غار كثيرا من أغنية رمضان جانه ووحوي يا وحوي، وفكر وبحث كثيرا عن كلمات لشهر رمضان ينافس بها هاتين الأغنيتين، فعثر على هذه الكلمات الجميلة من الشاعر عبد الوهاب محمد. يا شهر العبادة والخير والسعادة والرضا والغفران، يا مجمع قلوبنا على سنة حبيبنا وبهدي القرآن. يا شهر العبادة والخير والسعادة والرضا والغفران. أعجب الراحل الفنان محمد قنديل بهذه الكلمات جيدا، وهي كمان نالت إعجاب مسؤولي الإذاعة والتلفزيون وطلبوا تصوير هذه الأغنية، وأسندوا العمل ده للمخرج عبد العزيز السكري اللي اتفق مع الفنان الراحل محمد أنديل إن يبدأوا تصوير هذه الأغنية في مسجد عمرو بن العاص. بعدين لما جه وقت تسجيل الأغنية راحوا، ولكن لم يذهب للتسجيل الفنان محمد أنديل نتيجة خلافات حصلت بينه وبين مسؤولي التلفزيون، الأمر الذي أدى إلى أنهم صوروا الأغنية بدون وجود محمد أنديل معه. يا مجمع قلوبنا على سنة حبيبنا وبهدي القرآن، من طلعة هلالك غمرنا جلالك، آيات من جمالك من نعم الرحمن، على صومك ناوينا ودعينا وصلينا وهبت علينا نفحات الإيمان. أحد غرائب هذه الأغنية أو الأحداث اللي صاحبت هذه الأغنية إن اللحن اللي عمله الرائع جمال سلامة، قال إن اللحن خرج مني قبل وجود الكلمات، وبعدين هو عرض اللحن لما تقابل مع الشاعر عبد الوهاب محمد وقال له أنا اللحن خرج مني وأدي اللحن هو، فأخذوا الشاعر عبد الوهاب محمد وأصاغ كلماته الجميلة على هذا اللحن الجميل بتاع الموسيقار جمال سلامة.